قلت اخ 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 يا اجري اخ اخ. انا شفت ناس بتطلب طلبات بس كل خمس دقايق طلب. بعد ما شفت ليش طالب حضرته هلا؟ قال جاي عبيله سجاير بفلتر من فوق وفلتر من تحت. ما كيف بدي اشربها؟ تفضلي اسالي. وان شاء الله رايحه تجيبي له. اذا ما جبت له بيتشك علي البيك، وانت عارفه كيف اخلاقه لبيك هالايام هيدي. اخ يا دلي شو هالمصيبه اللي وقعت على راسنا. اخ اخ ابو البنات وابو اللي بيخلفها. هنود عم بتسبي؟ تفضل هودي الخانات يلي طلبتهم. حضرتك ما رح جبتيهم من الرجيء؟ لا نزلت على بيروت وصرت ابرم 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 حتى لقيتهم بعوني محل ما في عنده غيرهم. ليش كان طالب دخلك؟ كنت طالب سيجارة بفلتر من فوق وفلتر من تحت. كيف ولا هو هيدي سري أكيد، وتكون نصها وطنية ونصها تهريب. ولقيتي له؟ وليش فيك ما تلاقي له؟ عن هيز نكون. آخ آخ عنده ولا ليلة؟ لما حرام عليك، لما حرام عليك مشغل العين كلها بطلباتك التافهة اللي هي مثلك. بيستاهلوا يلا بيستاهلوا بيستاهلوا. طويلة على رقبتك. قوم رقبتك لا قوم. اي اي اتركيني. اي اي معقولة؟ شو في يا شو بدكم؟ شو في؟ قوم من عندك قلت لك. يا عمي ضبوها صارت ساعة بتشد لي ايدي. قال شو بدها تنام حدي بتنخل؟ مين؟ مين؟ انا؟ طبعا انت. ولو ما شافوا انت مكسور يا هنود.